وصلت الليلة الماضية إلى الضفة الغربية شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية التي سيرها الأردن بتوجيهات ملكية إلى الأهل في فلسطين وكان مجلس الوزراء قد خصص 45 ألف طن من القمح والحبوب وسبع شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدات الطبية والدوائية لأهلنا في الضفة الغربية في إطار المساعدات الإنسانية المستمرة لأهلنا في الضفة وغزة وخلال مؤتمر صحفي أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن شحنة الأدوية والمساعدات الطبية تشمل الأدوية والمعدات والمضادات الحيوية والمستهلكات الطبية التي تستخدم في العمليات والإسعافات الطارئة بدوره قال وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند بيضين ان المساعدات الطبيه تاتي استجابه للتوجيهات الملكيه الساميه للحكومه بدعم وزاره الصحه الفلسطينيه في ظل نقص الادويه والمعدات الطبيه نتيجه التضييق والاجراءات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي